النهارده الحقيقه لفت نظري، يعني من شويه انا حتى قلت لهم يحضروها لنا في برنامج الاشبال، وانا اتفرجت على جوله للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي النهارده في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد. حاجه الوضع مختلف، الامور جميله، عندك مجلس اداره بيوعد ببعض او بامور الحقيقه بيتم تنفيذها مش بالكلام. انا دايما بحب اتكلم، انا كاسلام لما باجي اتكلم لازم تبقى الامور قدامك على ارض الواقع. كابتن محمود الخطيب النهارده يوم 16/21/24 بيتفقد اعمال الانشاءات بفرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، وبالتالي حاجه محترمه جدا واستكمال لكل الانجازات الكثيره اللي بيعملها مجلس إدارة النادي الأهلي، سواء في النواحي الإدارية، النواحي التنظيمية، النواحي الإنشائية، النواحي الهندسية. حقيقة إسلام بصراحة أمام عين حضراتكم أهو. يعني الكابتن محمود الخطيب ما شاء الله، يعني مكوك خلال الفترة اللي فاتت، وكمان يمكن عايزين يعني نتمنى له الصحة والعافية الفترة اللي فاتت ديت، الأمور صحياً، لكن مع كل هذا كل يوم موجود في مكان فرع من فروع النادي الاهلي. النهارده هو موجود فرع الشيخ زايد لاجل تكمله المشاريع اللي هي طبعا متفق عليها ان هي تتم او تخلص في ميعادها، فده بياكد ان كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته يعني متواجدين بشكل كبير جدا وحريصين على طبعا انهاء المشاريع او انهاء الحاجات اللي لسه ما خلصتش في فرع الشيخ زايد، لان فرع الشيخ زايد كمان كابتن اسلام من الفروع الجميله صحيح. جدا صراحه مكسب كبير جدا لينا ومفخره لمجلس اداره النادي الاهلي. وكمان عايز اشكر اللجنه الهندسيه كمان يا كابتن اسلام، لان اللجنه الهندسيه بصراحه عامله شغل كبير جدا، يعني بتستفاد من جميع الاخطاء في جميع الفروع وبتبدا تنتج في الفروع الاخرى بمحاوله علاج الاخطاء، وان هي بتنفذ المشاريع دي بإيجابية وباحترافية وبشكل حضاري يليق بقيمة النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره العظيمة في كل مكان. فطبعا الكابتن محمود الخطيب احنا شايفينه موجود مع المسؤولين اللجنة الهندسية، وطبعا هما بيشرحوا له ايه اللي تم من خلال فرع الشيخ زايد وايه اللي هيتم خلال الفترة اللي جاية والمواعيد اللي هو طبعا بيأكد عليهم ان لازم يكون بأسرع وقت ممكن ان شاء الله الحاجات دي تخلص ان شاء الله قبل رمضان او بعد شهر رمضان، فنتمنى هذا يعني. لا الحقيقة كمان يا كابتن اللي عاجبني في هذا الامر انه في ظل هذه الظروف وفي ظل الاحوال الاقتصاديه الصعبه مجلس الاداره وعد الجمعيه العموميه بان احنا يبقى عندنا انشاءات جديده بالشكل الفلاني، الجامع هيحصل او المسجد هيبقى في الشيخ زايد بالشكل الفلاني، الالعاب اللي هتبقى موجوده في الشيخ زايد كذا وهنعمل الكذا. هناك اصرار و رغبه لدى الكل الحقيقه في مهما كانت الظروف الاقتصادية ومهما كانت الأمور صعبة في أن يتم الوفاء بكل الوعود اللي تم مجلس الإدارة وعدها لأعضاء الجمعية العمومية، ودي الثقة المتبادلة اللي بين كابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية. الثقة اللي الناس يعني رشحت كابتن محمود الخطيب لدورة تانية نتيجة الثقة دي، نتيجة إن هم عندهم ثقة في الله وثقة في كابتن محمود الخطيب إن هو هيعمل لهم اجمل حاجه ممكن تتخيلها لعضو النادي، لان ده اقل حاجه نقدر نقوم بيها لعضو النادي اللي طبعا يهمنا جدا راحته بشكل كبير. فالكابتن محمود الخطيب كان وعدهم ووعد الناس وهو صادق بالوعود ديت بتنفيذ المشروعات المتاخره في الشيخ زايد، وده واضح النهارده بالزياره اللي قام بيها، بيأكد على اللجنة الهندسية ان احنا لازم ان شاء الله نخلص الانشاءات دي في المواعيد اللي احنا متفقين عليها. طيب هنكمل كلامنا، والحقيقة وكالعادة الحقيقة بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الأداء الرائع الحقيقة اللي ماشيين بيه طوال هذه الفترة. ولا تنسوا نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الوزير العمري فاروق، اللي طبعا زي ما حضراتكم عارفين الحالة لا تزال كما هي، اللي هو في غيبوبة والامور كما هي، لو جد جديد هنقول لحضراتكم، ولكن الحقيقه لا ينقصه الا دعاء حضراتكم من خلال كل المنصات التواصل الاجتماعي، كل اللي حضراتكم دايما، والحقيقه جمهور النادي الاهلي
في كل مكان في كل حتة، الواحد بيروح هنا بيروح هنا بيروح هنا، بيجد أن جمهور النادي الأهلي دائم الدعوة لنائب رئيس النادي الأهلي الوزير العمري فاروق. إنجازات كثيرة جدا على رأسها مجلس إدارة محترم بقيادة الكابتن محمود الخطيب، استطاع أن هو يعمل أمور كثيرة جدا جدا جدا، وده هيبان لحضراتكم على آخر السنة اللي جاية كمان إن شاء الله أكتر وأكتر وأكتر، لأنه كل ما تم أو كل ما وعد به مجلس إدارة النادي الأهلي سيتم تنفيذه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور.